خصت النجمة أروى موزايك بلقاء حصري للزميل عماد هواري بأول إطلالة تلفزيونية بعد زواجها منذ حوالي الشهر والنصف من المنتج الإعلامي والفني عبد الفتاح المصري. نتابع. بأروى قبل ما نحكي عن الأمور الجديدة خلينا نحكي ونبارك لك ونقول لك عبر أكيد شاشتنا وشاشة روتانا ألف مبروك عروس الفن اللبناني والعربي، ألف مبروك الزواج، وهذا أول لقاء أكيد بعد زواجك عبر شاشتنا. هو فعلا هذا يعتبر أول لقاء معك عماد. هذا أنا صار لي تقريبا شهر من وقت زواجي. الحمد لله أنا توفقت بإنسان جدا طيب ومبدع في مجالنا طبعا، وكان لي يمكن كان لي يد ومساهمة في أنه أنا أكون مذيعة، هو عبد الفتاح المصري. بتمنى بس من الله أنه الله يبعد عنا العيون ونتوفق دائما تكون حياتنا هاديه ومستقره. اروى شو اللي غير فيك الزواج؟ والله اقول لك لسه ما غير فيني شيء لانه صار لي شهر، يعني ما مرحله انه لا تغطيها، يعني خلص درسيا من كامل جوانبها. شو حس في شيء بده يتغير فيك؟ وفي مسؤوليه زادت اكيد، بدون شك في مسؤوليه كبيره زادت، بس الحمد لله انه انا مبسوطه فيها وان شاء الله اكون قدها. واهم شيء بالزواج انه يكون معك شريك متفهم شغلك، وهذا اهم شيء عندي بحياتي، انه متفهم كثير شغلي وطبيعه شغلي. وبس واتمنى يا رب الله يديمها علينا. بس يا رب، وان شاء الله العام المقبل بيكون عندك أربعة جونيور. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله عبد الفتاح جونيور. خلق كاملة نعمة زايد، وألف مبروك أنت والأستاذ عبد الفتاح المصري أكيد صاحب شركة آيدياز ومدير السابق لشاشة الـ MBC. نعم مزبوط صح. أروى يعني ما شاء الله عليك، ما في دومين في التلفيق إلا نجحتي، إذا بالغناء نجحتي، إذا في التقديم نجحتي. ما بعرف هلا الأيام المقبلة شو مخبيلتنا، لأنه نحن عارفين أنه عندك موهبة ثالثة، فبدك تصير تحملي صفة الفنانة الإعلامية والممثلة أروى. إن شاء الله يا رب. لسه قاعدين ندرس قصة الممثل هذه عشان ما نستبق الأحداث، بس هالمرة دراسة جدية، يعني ممكن أنا صرحت فيها بكذا مكان، لأنه دائما بيسألوني من زمان بيسألوني على قصة التمثيل، بس هالمرة قاعدين ندرسها بتمعن وإن شاء الله نسويها. يعني خلينا نخبر أنه الدراسة مش هيك عم تجي من لا شيء، إنما هناك عروضات كثيرة ونصوص تقدم إليك، ومنها كان مفترض هذا العام، يعني كان معروض عليك نصين من الخليج العربي ونص مصري، ولكن اعتذرتي، لماذا؟ لأني خايفة من التجربة، ويمكن حاب أقول لك إن هالفرص كانت كلها بطولة، يعني بطولة أساسية، بس أنا كثير خايفة من هالتجربة، ما أبغى أدخلها غير وهي محسوبة جدا. مثل تجربتي بالتقديم حسبتها كثير كويس ودخلت بالوقت المناسب، نفس الشيء التمثيل، يعني ما أبغى أخطي خطوة وتنحسب علي مولي. عارفين أنه عم تتحضر إن شاء الله للجديد، وهناك عمل سنجل انطلق، لأنه لحين عرض هذا بيكون أكيد انطلق عبر الإذاعة، أغنية لبنانية. خبرينا عن طلتك، وليه اخترتيها تكون باللهجة اللبنانية؟ أنا كنت كتير حابة أخذ هالتجربة من زمان، وعلى فكرة كمان من الخطوات اللي أخذت مني وقت وبحث وسمعت كتير أشياء، لين توفقت مع سليم سلامة وفارس اسكندر، مع حفظ الألقاب لهم أكيد، وهم كانوا حريصين أكثر مني إنه يفوتوني بطريقة جديدة وحلوة. عملنا سينجل غلطك صح، وعملناها مفروض إنه هي قريبا تكون على الإذاعات في لبنان، وبعدين حتتصور. تركيز غنائي كبير هاليومين عندي، وفي سينجل كثير حلوة من الفنان عصام كمال إن شاء الله خليجيا حتشوفوها وإن شاء الله تحبوها كمان، في مصري كمان قاعدين نحضر له، بجانب أنا قاعدة أقرأ مجموعة من أفكار البرامج على أساس أن نكون متواجدة إما آخر هالسنة يا إما السنة الجاية، يعني يا بشهر نوفمبر يا بأول السنة الجاية، وإن شاء الله نتوفق بهول الأساس. خلاص كل اللي كان بينا أنا تعودت على الأيام، بحس أنا فيها بالغربة بتاخد كل حاجة.